السلام عليكم ورحمة الله شباب، مرحبتين بكم، معكم بلاك بيرد. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن تجميعة بي سي للجيمينج وبسعر أقل من 500 دولار، لأن لقيت في الفيديو اللي فات اللي هو فيديو خاص بتجميعة كمبيوتر ألعاب يشغل ألعاب بالنظرة الواقع الافتراضي على إعدادات عالية، لقيت أن أغلب التعليقات يبوا تجميعة يكون سعرها رخيص، فقررت أني نخلي فيديو اليوم عن تجميعة سعرها أقل من 500 دولار وتشغل الألعاب بحوالي 30 إطار، ولو أنك لعبت شوية في الإعدادات وغيرت بعض الإعدادات حتوصل 40 أو 50 أو حتى 60 إطار في الثانية في الألعاب الكبيرة، بينما الألعاب العادية حتشغل أي لعبة بدون أي مشاكل. فخلونا نشوف مع بعضنا شنو هي القطع اللي استخدمتها اليوم في التجميع. أول شيء اخترت المعالج Intel Core i3-6100 بتردد 3.7 GHz. اخترت المعالج هذا بالذات لأن سعره 117 دولار أو 118 دولار في أمازون، بالإضافة أن أداءه ومستوى فيها الألعاب أفضل من منافس متاعه في AMD اللي هو FX6300. لو تشوف البنشماركس في الألعاب تلقى أن الـ i3-6100 يقدم فيه أداء أفضل. ليش؟ لأنه حتى يستعمل فيه ويستفيد من ميزة DDR4 المتاحة له، بينما AMD FX6300 ما زال يشتغل على DDR3. أيضا بإمكانك أنك تستفيد من المذربورد والرام DDR4 في حالة انك قررت مستقبل انك تاخذ مثلا معالج i7 او i5، فاخترت هذا بالذات عشان يكون فيه امكانية تطوير مستقبلية متاحة لك. الشيء الثاني اللي هو اللوحة الام او المذربورد، اخترت الجيجا بايت GAH110M S2HGSM Micro ATX. المذربورد هذه سعرها 63 دولار في موقع امازون، وفيها الاساسيات اللي تحتاجها في اي مذربورد تانية. بامكانها تركيب اثنين او قطعتين من الرام بتردد اقصى شيء 2133 ميجا هرتز، وتشيل الى 32 جيجا بايت من الذاكره، يعني تقدر تشغل رام الى 32 جيجا بايت. عيوبها انها مش حتدعم SLI او كروس فاير، يعني حتكون مقيد بانك تستعمل كارت واحد في جهازك. في حالتك فكرت انك تمشي SLI او كروس فاير، المذربورد هذه راهي مش داعمه للميزه هذه. بالنسبه للساتا بورتس، فيها 4 بورت للساتا، وطبعا بالتاكيد مدخل الانترنت كيبل الشبكه، مدخلين USB 3، وأربع مداخل USB 2.0. بالنسبة للرام أو الذاكرة، اخترت كروشر باليستكس سبورت LT 8 جيجا بايت، قطعة واحدة 8 جيجا بايت، عشان يكون عندك إمكانية مستقبلية أنك تركب قطعة ثانية لو استحقيت الذاكرة إضافية. سعرها فقط 30 دولار على موقع أمازون، والمراجعات خاصة بها عالي جدا، تقريبا أخذ 4.9 من 5. اما بالنسبه للوحده التخزينيه او الهارد ديسك، فاخترت ويسترن ديجيتال كافير بلو 1 تيرا بايت، نفس اللي استخدمته في البيلد الخاصه بنظارات الواقع الافتراضي. سعره 50 دولار، وهو تقريبا افضل هارد ديسك ممكن تشتريه في حاله انك تبي تشتري HDD. لو SSD في خيارات تانية، لكن البيلد هذه مش هنختار SSD عشان التكلفه. بالنسبه لكارت الشاشه، اخترت EVGA GeForce GTX 650 2 جيجا بايت. طبعا EVGA هي تعتبر الشركة الأولى في كروت شاشة انفيديا، فلذلك اخترت كارت مصنع من قبلها، وسعرها 140 دولار. GTX 650 قادرة تشغيل الألعاب الحديثة بإعدادات عالية، ممكن من الإطارات تتراوح بين 30 إلى 60 إطار. لو أنك تخفض الإعدادات بشكل معقول حتحصل تجربة سلسة وممكن 60 إطار أو أكثر. لو حبيت تنتظر AMD RX 470 أو GTX 1050 فالخيار لك، يمكن تصبر شهر أو شهرين تانيات وحيعلنوا علينا، أو ممكن يصدر حتى في الأسواق، يكون أكيد أدائهن أفضل. لكن حاليا أفضل كارت في السعر هذا هو GTX 950. بالنسبة للكيس، اخترت ديب كول تيسراكت SW80X ميد تاور كيس، سعر 40 دولار بشكل أنيق، ويحتوي على نافذة جانبية. أما بالنسبة لمزود الطاقة والباور سبلاي، اخترت الـ EVGA 500 وات، كافي بزيادة للمعدات اللي موجودة عندنا في الكيس، يشغلها بدون أي مشاكل، ويسمح لك حتى أنك تطور لو تبي تغير كارت الشاشة لكارت آخر يكون من الجيل الجديد، حتشغله بدون أي مشاكل. التكلفة الإجمالية للتجميع هذه هو 479 دولار، يعني 480 دولار، يعني أقل من 500 دولار. جهاز يشغل لك جميع الألعاب وبإعدادات عالية وبشكل سلس، وأيضا عندك إمكانية أنك تطور المعالج في المستقبل لـ i5 أو i7 من الجيل السادس، بالإضافة أنك تقدر تزيد ذاكرة رام من DDR4 إضافية لو تبي تزيدها. فهذه تجميعة ننصح بها أي شخص عنده مبلغ حوالي 500 دولار ويبي جهاز ممتاز فيه للعب، هذه تقريبا أفضل تجميعة حاليا موجودة في أمازون. فخلوني نشوف رأيكم في التجميعة، ولو تبوا تجميع أخرى مستقبلية ننزلها ياريت تذكروا لي السعر الخاص بالتجميع عشان ننزل فيديو خاص بها. أي استفسار أو أي شيء اكتبوا لي في التعليقات، تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة. كان معكم بلاك بيرد، تلاقوا فيديو جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.